مساء الخير. النهارده ان شاء الله هنشرح الشابتر التاني خالص في الفيزيكال، اللي هي ليكتشر بدايه من ليكتشر 5، يعني اللي هو الفيز رول والفيز اكوليبريم. الشابتر ده ما فيهوش يعني ما فيهوش رغي كتير او ما فيهوش كلام كتير. هو الفكره في الشابتر ده كله ان انا افهم كونسبت بس مش هطبقه ثيوريتيكال او هطبقه في كلام، لا انا هطبقه على جرافس. يعني الشابتر ده كله تقريبا جرافس، وطبعا مش هينفع احفظ جرافس، فالفهم الفكره كلها ان انا افهم، يعني حوار ان انا احفظ جراف دي مميته، فانا افهم كل اكسس بيعبر عن ايه وانا ماشي ازاي في الجراف، والدنيا كلها تكون سهله خالص. فنبدا ان شاء الله باول سلايد. بيبدا كده خالص في البدايه خالص، اللي هو بيقول يعني ايه فيز: a form of matter that's homogeneous in a chemical composition and physical state. خلينا نتكلم باختصار كده خالص، يعني شكل المادة اللي عندي أو المادة، يعني إيه فيز؟ يعني المادة اللي عندي شكلها ما بين الكيميكال كومبوزيشن وما بين الفيزيكال ستيت. أنا عارفة إن الفيزيكال ستيت بتاعة الماتر كلها إيه؟ يا سوليد يا ليكويد يا جاز، تمام؟ طيب أنا لما أجي أقول على دي 1 فيز أو أقول على دي 2 فيز، بحددها بناء على إيه؟ يعني برضو إيه اللي بيخليني أعرف كده؟ أنا شايفة قدامي إيه؟ بكل بساطة كده أنا شايفة قدامي إيه؟ شايفة كام حاجة قدامي؟ يعني شايفه مثلا قدامي كوبايه ميه ما فيهاش اي حاجه خالص، تمام، فاقول ان دي 1 فيز لان هي فيها ليكويد فيز بس. طب لو انا دوبت فيها معلقه سكر والسكر ده خالص، انا ستيل برضو شايفه ايه؟ مش شايفه الا فيز واحده ايا كان الكيميكال كومبوزيشن بتاعها. واه فيها كيميكال كومبوزيشن ميه وسكر او ميه وملح مثلا، بس انا ستيل مش شايفه قدامي الا 1 فيز بس، تمام. طب لو انا حطيت اكسس مثلا من السولت وعمل بريسيبتيشن تحت، انا هبقى اشوف ايه؟ هشوف حاجتين، هشوف سوليد وهشوف ليكويد. طب لا انا كده شايفه تو فيزز، تمام. هو ده معنى الفيز اللي قدامي، او يعني ايه فيز ازاي بعرف افرقها. طب يعني ايه هوموجينس سنجل فيز؟ يعني ايه سنجل فيز؟ يا اما بيور ليكويدز خالص، يا اما ليكويد بيور خالص ما فيهوش اي حاجه زي ميه مثلا، يا اما او زيت لوحده مثلا، ده كده يبقى اسمه بيور ليكويد، يا اما سوليوشن. سوليوشن زي ما قلت ميه متدوب فيها معلقه ملح او وات ايفر، متدوب فيها حاجه بس مش باينه الحاجه دي عملت سوليوشن، فطلع لي هوموجينس سنجل فيز. طيب تو فيز سيستم، يعني ايه تو فيز سيستم؟ يا اما امسيبل ليكويد، يا اما ليكويد ما بيدوبش في ليكويد، يا اما insoluble solids in solution، يا اما شويه solids مش دايبين في solution. طيب امتى اقول ان ده two phase system؟ لما اشوف ما بين الحاجتين اللي مش دايبين عندي boundary، يعني حاجز، حاجه فاصله ما بينهم. يعني لما اشوف زيت وميه في boundary، في خط انا شايفاه مش حاجز ما بين الميه والزيت، ده اقول عليه two phase system. لما اجي ارصب شويه مثلا سكر او ملح تحت في الميه ويترصبوا، انا ستيل شايفه يعني شايفه السوليد حاجه وشايفه الليكويد حاجه تانية، يعني بس عارفه الفرق ما بينهم. طيب ايه اللي ما ينفعش اقول عليه ان هو تو سيستم، تو فيز سيستم؟ الميكستشر اوف جاز، الجاز اللي حوالينا هو فيه اكسجين وفيه كربون دايوكسيد وفيه نيتروجين وفيه هيليوم، في حاجات كتيره جدا، بس هل انا شايفه باوندريز ما بينهم؟ لا مش شايفه الا حاجه واحده بس، فدي ساعتها اقول عليها لا ده وان فيز سيستم، تمام. وبعدين جه قال السيستم بيكون ايذر هوموجينوس زي ال NaCl solution، احنا قلنا الهوموجينس يا بيكون بيور خالص يا بيكون سوليوشن، يا اما هيتروجينس اللي هو بيكون لنفس الحاجه عندي بس بديفرنت فيزيكال فيزز زي الايس والواتر والفيبر. الايس يا اما تلج يا اما ميه سائله يا اما فيبر قدامي. بعدين جه يتكلم على النمبر اوف كومبوننتس. طيب يعني ايه نمبر اوف كومبوننتس، او افهم من ايه ان هو يقول لي نمبر اوف كومبوننتس؟ If the smallest number of constituents by which the composition of each phase in the system at equilibrium can be expressed in the form of a chemical formula or equation. يعني دلوقتي ايا كان الفيز اللي انا شايفاها عندي، انا حاطه يعني الشكل اللي قدامي او الماتر اللي قدامي اقدر اعمل لها اكسبريشن في يعني في كيميكال فورمولا. يعني احنا دلوقتي اشخاص كتير، اكيد كل واحد ليه اسم معين، كل واحد ليه كيميكال فورمولا معينه، الكيميكال فورمولا دي هي اللي بتحدد لي كام كومبوننت عندي.
زي مثلا الميه ضايب فيها شويه ملح. انا شايفه وان فيز، بس في تو كومبوننتس، لان في تو ديفرنت كيميكال فورمولا، في تو نيمز لكل حاجه، في حاجه اسمها ان اي سي ال وحاجه تانية اسمها اتش 2 او. طيب لو عندي مثلا 3 فيز سيستم يكون في مثلا ميه وتلج وفيبر، ساعتها اقول في كام كومبوننت؟ لا، هو كومبوننت واحده، لان مهما تعددت الستيت بتاع الماتر بتاعتي، بس الكيميكال فورمولا ما زالت ايه، واحده، اللي هي الاتش 2 او. ده معنى الـ number of components. تمام، نيجي بعد كده للـ phase equilibrium and phase rule. The phase rule ايه يعني ايه phase rule؟ هي relation between the effect of the least number of independent variables اللي هي temperature, pressure and constant upon the various phases solid, liquid, gas that exist in an equilibrium system. يعني ايه؟ محدش فاهم حاجة من الكلام ده طبعا. طيب واحدة واحدة كده. phase rule يعني ايه؟ يعني مش فاهمة يعني ايه فيز رول برضو. طيب فيز رول دي، في شخص جه اسمه جيبس عمل رول معينة بتقول ايه، F بتساوي C minus P plus 2. يعني ايه؟ يعني ال degree of freedom، لما اجي احسب degree of freedom اللي هي number of independent variables، بعمل C اللي هي number of components اللي احنا لسه شرحينها، minus ال B اللي هي number of phases برضو اللي احنا لسه شرحينها، plus 2. 2 دي اللي هي ايه؟ ال variables اللي عندي اللي انا اقدر اتحكم فيها. طيب انا برضو يعني عملت ايه بالفيز رول دي؟ انا استفدت كده منها ايه؟ هنشرح دلوقتي كل حاجة معناها ايه، وهنفهم بكده الفيز رول بتعبر عن ايه، او انا استخدمت الجيبس رول في ايه. لما نيجي نفهم الاف اللي هي ايكوال اللي هي المين اصلا بتاع الرول نفسها اللي هي ديجري اوف فريدم، نيجي نقرا كده degree of freedom الديفينيشن بتاعها ايه. number of degrees of freedom is the number of variable condition، حاجة يعني condition بقدر أغير فيه زي temperature, pressure or concentration that must be known so that the condition of the system at equilibrium may be completely defined. طب نقف كده حتة، يعني ايه system at equilibrium؟ يعني system نظامه ايه او عامل ايه؟ يعني ايه at equilibrium الاول، وبعدين منها هنفهم يعني ايه degree of freedom. at equilibrium او degree of freedom at equilibrium يعني ايه حدود الحركة اللي انا ممكن اتحركها بحيث ان هي ما تقدرش تأثر على الاكوليبريم بتاعي، او تأثر على النمبر اوف فيزز عندي. يعني ايه برضو حدود الحركة؟ يعني الدكتور جت في المدرج بالظبط كده قالت ايه، يعني ايه حدود الحركة بتاعتك او الديجري اوف فريدم بتاعتك في المدرج مثلا. هقولك حدود الحركة بتاعتك انك ما تاكلش، بس ممكن تتكلم. تمام، طيب في الدرس بتاعنا ايه حدود الحركه بتاعه الماتر؟ يعني اغير كام فاريبل؟ يعني اقدر اغير تمبريتشر، ولا اغير بريشر، ولا اغير بقد يعني بقد ايه، او حدودي ايه في التغيير بحيث ان انا الفيز بتاعتي تفضل في اكوليبريم، الفيز ما تتغيرش طول ان هي مش متغيره. معنى كده ان هي فضلت في اكوليبريم. هو ده الديجري اوف فريدم، ده اللي انا بفضل احسبه. يبقى قدامي حاجه وعايز اعرف ده الديجري اوف فريدم بتاعها، يعني اقدر العب قد ايه، اقدر اعمل ايه عشان افضل في نفس المكان. ايه حدودي؟ انا دلوقتي في سوليد مثلا فيز، ولا في مكان كله سوليد؟ طب انا ايه حدودي ان انا افضل في السوليد دي، او ان انا اخلي السوليد از سوليد زي ما هو ما غيرش في الفيز بتاعته؟ هو ده اللي انا هدرسه بقيه الليكتشر تقريبا. هو ده الديجري اوف فريدم. طب بحسب الديجري اوف فريدم ازاي؟ بتكون نمبر اوف كومبوننت ماينس البي بلس التو. التو دي اللي هي الفاريبلز اللي عندي، يا اما تمبريتشر يا اما بريشر. طيب يعني ايه بقى الفيز دايجرام؟ يعني الفيز رول دي هاجي اطبقها على دايجرام، او هتكون في شكل دايجرام معين عندي او جراف معين. طيب الفيز دايجرام انا بدرس فيه ايه، او الجراف اللي بيكون قدامي بيوريني ايه، او بيبريزنت ايه؟ بيبريزنت الكونستنت الفاريبلز كونديشن اللي عندي، الحاجات اللي انا اقدر اتحكم فيها وبتاثر ازاي على الفيز اللي عندي. تمام، يعني انا بقدر اتحكم بصفه عامه في ايه، في التمبريتشر، في البريشر، وفي الكونسنتريشن. تمام، طب ده بيأثر لي على الفيز ازاي؟ بيخليها في السوليد، ولا في الليكويد، ولا في الجاز؟ بيغير البويلنج بوينت والميلتنج بوينت، بيعمل كومبريشن، بيعمل whatever، بيعمل ايه؟ بس بشوف افكت كل variable على السيستم اللي عندي. ده اللي بيبريزنتو الفيز دايجرام او الفيز جراف. طيب انا دلوقتي عشان اشوف الافكت بتاع التمبريتشر، والافكت بتاع البريشر، والافكت بتاع الكونسنتريشن، هكون محتاجه كده 3 اكسس. طب انا اعمل كده ازاي؟ فاحنا قلنا خلاص لما نيجي ندرس الفيز دايجرام
هنبدأ ندرس على 2 اكسس بس. طب انا هدرس 2 اكسس يعني هدرس 2 variables، فانا كده هبقى محتاجة اثبت ال variable التالت عشان ما احتاجش ان انا اعمل له اكسس لوحده. فهثبت ال concentration، كل اللي هبدأ العب فيه هلعب في ال temperature والعب في ال pressure واشوف تأثيرهم ايه على الحاجة اللي عندي. فعشان كده برسمه جراف عادي او بيكون planner diagram. طيب هناخد ايه، والدكتور قالت الدكتور اللي مسؤولة عن الجزء ده قالت ان هي بتحب العناوين جدا، بتحب العناوين بمعنى اللي هو انا هعرف العنوان بيتكلم عن ايه واعرف اللي تحته، يعني ما تجيش تسألني سؤال وانا مبقاش عارفه العنوان ايه، او العنوان عندي في حته ومش مرتبط باللي انا بذاكره. فهدرس system containing one component، system فيه component واحد بس، او system فيه two liquid components، او system فيه two liquid يعني two components liquid و solid، او system فيه three components. تمام، هنبدأ ناخد اول حاجة خالص ونبدأ بال system containing one component. طيب لو جينا كده لل slide number، يعني في slide هنفوتها، هنفوت number 10 وهندخل على slide 11، بس هقول حاجة فيها وبعدين هنرجع ل slide number 10 نشرح عليها، يعني عشان نبقى شفنا الجراف الأول وبعدين اتكلمنا على شرح. أنا جراف دلوقتي بيعبر عن إيه؟ أنا قلت إن أنا هثبت ال concentration، فأنا هلعب في temperature و pressure. فال x axis عندي بي represent ال temperature، وال y axis بي represent ال pressure. إحنا هنا بنتكلم على إيه؟ على system containing one component. ال component اللي هنتكلم عليها دلوقتي هي الواتر كومبوننت. تمام، طيب انا شايف ايه في الجراف قدامي؟ شايفه شكل غريب كده، وفي جزء عن الايس وجزء عن الواتر وجزء عن الواتر فيبر او الجاز. عندي ال 3 states of matter وعندي 2 variables اقدر اتحكم فيهم، بلعب في التمبريتشر وبلعب في البريشر، بلاقي areas كده فيها 1 system بس، وعندي خطوط بتريبريزنت حاجه، يعني في حاجات كتيرة كده هنبدأ نعرفها. طيب عشان أعرف الحاجات دي هنزل على السلايد نمبر 12 عشان أبدأ أعرف كل حاجة في الجراف بتريبزنت إيه. في عندي حاجة اسمها السوليد ريجن، اللي هي الريجن أو المكان اللي بتكون الستيت بتاعتي فيه توتالي سوليد، هي سوليد زي الأيس بتاع الووتر بالظبط، سوليد ملهاش حل تاني، هي الفيس بتاعها سوليد. طيب وفي ريجن تانية اسمها الليكويد ريجن أو الليكويد ريجن سوري، دي الاريا اللي بيكون فيها الماتر عندي بتكون توتالي في ليكويد، مفيش حاجه تانية معاها غير ليكويد، ليكويد بس، يعني ما لاقيش ليكويد وشويه سوليد، لا ده ليكويد بس، بيور ليكويد، ما عنديش حاجه تاني، ما عنديش اي ستيت داخل معاها. والفيبر ريجن او الفيبر ريجن بس، دي برضو الريجنال او المنطقه اللي بيكون عندي فيها فيبر بس مش اكتر. وبعدين عندي خطوط بتفصل ما بين الثلاثه دولت او الثري ستيتس اوف ماتر والثري ريجن، في خطوط بتفصل ما بينهم. الخطوط دي مش رمايه، احنا لازم نعرف اسامي الخطوط ولازم نعرف السيمبلز بتاعتهم وكل خط بيريبريزنت ايه. طيب نبدا كده بالبي او، البي او ده فاصل ما بين السوليد وما بين الليكويد، معنى كده ان هو ايه، ده يا اما الميلتنج بوينت لو هتكلم من ليكويد للسوليد، يا اما من ليكويد قصدي ميلتنج بوينت لو هتكلم من سوليد لليكويد، او فريزنج بوينت لو هتكلم من ليكويد لريجن. بصفه عامه الثلاث خطوط دولت اللي فاصلين ما بين السوليد والليكويد والجاز اسمهم لاينز اوف ايكوليبريم. تمام، البي او هو الفريزنج، يعني اللاين اللي بيريبريزنت الفريزنج او الميلتنج، الاي او هو اللي ابتدى بيريبريزنت البويلنج، والسي او هو اللي بيريبريزنت السبليميشن. تمام، طيب وفي نقطة كده اسمها التريبلت بوينت، دي نقطة كده جامعة ما بين التلاتة لاينز والتلاتة فيزز، وفي نقطة اسمها الكريتيكال بوينت. حلو، في بس حاجة عايزة اقولها، اللاينز دي تفرق ايه عن الريجن؟ ان السوليد ريجن لو هاجي اتكلم عن المية بس، فانا مش هكون شايفة قدامي غير تلج فقط. طب الليكويد، ان انا اكون شايفه ميه سائل، حاجه سائله فقط، ليكويد بس. لو فيبر مش هيبقى حواليا غير فيبر، واتر فيبر بس. طب اللاينز دي بتريبريزنت ايه؟ اللاين بتاع الفريزنج او الميلتنج اللي هو البي او بيبريزنت حاجتين، يعني بلاقي ميه وبلاقي سوليد. طبعا وانا بسيح او وانا بجمد في الفريزنج او الميلتنج لازم بلاقي الاثنين مع بعض، عشان كده اسمه لاين اوف ايكوليبريم، لازم بلاقي فيه تو فيزز، الليكويد والفيبر، بلاقي فيه برضو التو فيزز، يعني بلاقي فيه واتر ليكويد وبلاقي في ووتر فيبر. اللاين اوف سبليميشن بلاقي فيه سوليد وفي فيبر، لازم يكون فيه الحاجتين دول. لكن الريجنز الاساسيه كل، يعني كل ريجن خاص بحاجه واحده بس او بستيت واحد بس. طيب نرجع بقى للسيستم بتاعنا او للشرح بتاع السيستم اللي هي في سلايد نمبر 10. طيب مكتوب ايه كده في السلايد؟ هو بدأ يحسب الديجري اوف فريدم
لل areas of each corresponded to a single phase. ايه ال areas اللي احنا قلنا فيها single phase او phase واحدة بس، اللي هي ال solid region وال liquid region وال gas region. طيب هو مسك التلاتة regions دولت وقال ان هو هيحسب ال degree of freedom للتلاتة دولت، يشوفها طلعة قد ايه. تمام، لما جينا نفتكر الجيبس رول كده قلنا ال degree of freedom بتساوي ال number of components minus ال number of phases plus ال 2. 2 دي اللي هي بتربزنت ايه؟ بتربزنت يا اما temperature يا اما pressure. طيب انا لما اجي احسب ال degree of freedom لل single phase انا هيكون عندي كام كومبوننت؟ انا كده دلوقتي انا بتكلم عن الميه، او انا هدي اكزامبل عن الميه. تمام، فانا كده عندي كام كومبوننت؟ عندي 1 كومبوننت. طيب كام فيز؟ انا قلت هحسب للاماكن اللي فيها فيز واحده بس، يبقى 1 ماينس 1. طيب وكام وكام حاجه هبدا اغير فيها، او كام فاريبل كونديشن عندي؟ الاثنين اللي هما التمبريتشر والبريشر. طيب هيطلع الديجري اوف فريدم كام؟ هيطلع equal to. يعني ايه 2 دي بتمثل ايه؟ to mean that temperature and pressure can be varied independently within this area. طيب يعني ايه can be varied independently؟ يعني ال two variables دولت مش مرتبطين ببعض، ال temperature وال pressure. ما هو طلع لي 2 يعني two variables، ال two variables دولت مش مرتبطين ببعض، يعني ال temperature وال pressure مش مش يعني مش معتمدين على بعض. يعني اقدر العب بمزاجي، ممكن يعني مش لازم عشان اغير البريشر فانا اغير التمبريتشر، لا انا ممكن افضل ثابته في البريشر عندي والعب في التمبريتشر او العكس. يعني انا ليا حريه ان انا اغير اي حاجه من دول. فكده معنى ان as long as انا في السنجل فيز، او مثلا لو انا هدي اكزامبل انا هبقى واقفه في السوليد فيز، فانا مش لازم عشان اتحرك احرك حاجه، يعني احرك بريشر واحرك مع تمبريتشر، لا انا اقدر العب بمزاجي، بس as long as ان انا في نفس الفيز اللي انا واقفه فيها. طيب ال degree of freedom ان هي ادتني تو دي كده حاجه اسمها باي فاريانت. باي فاريانت دي لما الديجري اوف فريدم تديني 2 تكون حاجه اسمها باي فاريانت، لما تديني 1 هتبقى حاجه اسمها يوني فاريانت، لما تديني nothing هتبقى حاجه اسمها الان فاريانت. خلينا دلوقتي في 2 ان هي بتديني باي فاريانت سيستم، لازم اعرف الاسم ده كويس. طيب هاجي ابص، معلش بس قبل ما ابدا اشرح بقى في الجراف كويس، ايه الفرق بين الجراف في سلايد نمبر 12 والجراف في سلايد نمبر 11؟ بتاع نمبر 11 ده بتاع الواتر بس، اكسبشن عن اي حاجه تانية. طيب جراف نمبر 12 ده بتاع اي كومبوننت او اي حاجه انا بتكلم عليها كومبوننت واحد. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق في البي او، او اللي هو اللاين اوف ميلتنج او الفريزنج. عند الواتر عشان هو اكسبشن عن اي حاجه تانية فبيديني نيجاتيف سلوب، رايح ناحيه النيجاتيف. لكن في اي كومبوننت تاني بعمل له فيز ديجرام او فيز جراف بيديني بوزيتيف سلوب، مش يعني رايح ناحيه اليمين، لكن النيجاتيف سلوب بيبقى رايح ناحيه الشمال زي ما موجود في الواتر. طيب بعدين هنيجي بقى ندرس الجراف يعني ايه الديجري اوف فريدم طلعت 2.